السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله اليوم راح نعمل مراجعة سريعة لمادة الفيرست، لمادة السبريشن، وراح نبلش بالمالتي ستيج ديستليشن. تمام، بالمالتي ستيج ديستليشن كل الفكرة انه بيكون في عندك فيد. تمام، هذا الفيد له تركيز قيمته اكس اف، هيدخل على كولوم، كولوم يعني عمود. جوا هذا العمود ايش في عندك؟ في عندك اشي بسميها بليد او تري او ستيجز. تمام، اور بغض النظر، اللي لازم انت تعرفه انه البليت هاي بيكون في عندك فيبر طالع، تمام، بيكون في عندك ليكويد نازل، هاي فيبر طالع. طب نتبع خط مسار الفيبر، دخل عندك فيد، في عندك فيبر حيكون طالع جوا الكروم بالاصل، حيطلع الفيبر، حيطلع حيصل لهون، حيكمل طلعته. هو طالع حيدخل، معناته جوا هذا الستريم حيكون في عندك فيبر ولو تركيز قيمته واي، حيدخل على كوندنسر. الكوندنسر يلي داخل حيكون هون جوا هذا الستريم حيكون في عندك ليكويد، لانه الكوندنسر ايش هدفه؟ بيحول الفيبر لليكويد. تمام، ومن هون راح هذا الليكويد راح اقسمه لقسمين، قسم راح اخذه على شكل ديستلت، شكل ديستيلات يعني هو خلص هاي اللي راح اخده انا واللي بيهمني من عملية السبريشن كامل الديستيلات، وجزء راح اسميه الريفلكس. الريفلكس راح ارد ارجعه على الكولوم. تمام، والديستيلات راح اخده، ديستيلات رمزه دي له تركيز قيمته اكس دي. الريفلكس طبعا هو عبارة عن وهو راجع راح يكون تركيزه اكس دي ورمزه ال. تمام، نتبع خط مسار الريفلكس. الريفلكس رح حكينا في عنا دائما ليكويد طالع وفي عنا ليكويد نازل وعنا فيبر طالع. تمام، الليكويد هو نازل حينزل جوا الكولوم، حينزل، تمام، حيتجمع هون، حيكون في عندك ليكويد، بعد هيك حيدخل على اشي انا بسميه الريبويلر. الريبويلر هون رح اسميه هون، طبعا الريبويلر رح يعمل على عملية تبخير. تمام، فالجزء راح يكون شكل راح يطلع من الريبويلر، جزء راح يكون على شكل فيبر وجزء راح يكون على شكل ليكويد. الليكويد راح اسميه ويست، رمزه دبليو، وله تركيز قيمته اكس دبليو. تمام، اللي راح يطلع من هون راح اسميه واي دبليو. الواي دبليو هي عباره عن الفيبر ريتين، راح ارد ارجع فيبر. تمام، وراح يكون هون. متفقين؟ هاي بشكل عام المالتي ستيج ديستليشن. تمام، لما بيكون في عندك كوندنسر ولما بيكون عندك ريبويلر. لقدام في عندك اشي اسمه خمس حالات، الخمس حالات رح يتغير شكل الديستليشن. تمام، يعني مرة ما بيكون في عندك كوندنسر، مرة الكوندنسر بيكون عندك بارشال، مرة ما بيكون في عندك ريبويلر، تمام، مرة بدخل ستيم، وهكذا. في عندك خمس حالات رح نتطرق لهم ان شاء الله، بس الفكرة انه بشكل عام هو هيك مبدأ عمل الديستليشن. تمام، في شغلة لازم نفهمها بس هون عند الريفلكس. ريفلكس هي عبارة عن كمية الليكويد يلي أنا رجعتها. تمام، في إشي عشان هيك في إشي بسميه أنا ريفلكس ريشيو. الريفلكس ريشيو شو بيحكي لك؟ هو هي عبارة عن كمية الليكويد، طبعا مش هاي ليكويد، كمية الليكويد على كمية الديستلت، رح يكون عبارة عن ال على دي. تمام، بس هي هاي الفكرة الأساسية اللي هون. بعد هيك رح نتطرق لجوا البليت، رح نبلش نقسم. صح، هون لازم تعرف شغلة واحدة، الريبويلر أنا بسميه ستيج. تمام، شو يعني ستيج وشو قصته وشو فرق بينه وبين ما بين البليت والتري، رح نحكي عنها لقدام لما نبلش نستخدم رسمة الشارع ونحل عليها أسئلة. تمام، بس لازم تعرف إن الريبويلر هو ستيج. تمام، بعد هيك رح نتطرق للرسمة. طبعا الرسمة هون، هي الرسمة رح هي عبارة عن شرح تفصيلي للمادة، رح يكون هون في عندك فيد تركيزه اكس اف. تمام، هاي التري والبليت رح يكون طال، اللي طالع منها باخذ رقم، حكينا في عنا ليكويد نازل رح يكون ال واحد، الفيبر اللي طالع منها بسميه في واحد. تمام، نازل منها مين؟ ال تو، طالع منها في تو، وهكذا. عند الستيج رقم ان رح يكون نازل من عندها ال ان. تمام، رح يكون طالع من عندها في ان، رح يكون نازل ال ان زائد واحد، حيكون طالع من عندها في ان زائد واحد، حسب اسم الستيج. طبعا هاي مسميات ترقيم حسب اسم البليت او التري، وخلينا نتفق انه هاي عبارة عن مسميات، يعني ممكن يبلشوا ترقيم من واحد اثنين ثلاث اربعة لفوق للاعلى، فمش مشكلة، هي بس مسميات. تمام، البليت رقم ام حينزل عندك هون، حيكون ال ام، هي
هيطلع من هون في ام، تمام؟ هينزل من هون ال ام زائد واحد، هيطلع من هون في ام زائد واحد، وهكذا. هاي الستيج رقم ان. بعد ما حكينا ستيج رقم ان، هذا عندك هون ريبويلر، رح يطلع من هون ويست اكس دبليو، هيدخل من هون اشي انا بسميه حكينا الواي دبليو، تمام؟ لو سميت الواي دبليو واي ان زائد واحد، ان كابيتال طبعا، بضر؟ لا ما بضر. ليش؟ لان احنا حكينا هاي ستيج، بعتبرها ستيج. لازم تعرف انه العلاقة ما بين الاكس دبليو هون والعلاقة ما بين الواي دبليو علاقتهم اكوليبريم، علاقة اتزان، تمام؟ مش علاقة مساواة. عشان هيك انا بقدر اعتبر هذا الستيج يعني اعتبر الريبويلر ستيج جديد. ما دام هاي ان بقدر اسميها عبارة عن ستيج، ممكن اسميه ان زائد واحد. فالواي اللي بتكون طالعة منها واي ان زائد واحد، وبرضه مش مشكلة لو كانت هي عبارة، هاي عبارة عن الاكس ان زائد واحد، بس احنا عشان نعرف بالحل والحسابات راح نعتبرها الاكس دبليو، تمام؟ طيب الفيبر اللي طالعة من هون حضلها طالعة، طبعا هي في واحد، حيكون هون برضو في واحد، إلها قيمة تركيز مقدارها واي واحد، حتدخل على الكوندنسر، هي بتتعمل بعد هيك، رح آخذ أنا الديستلت اللي بدي إياه، وإله تركيز قيمته إكس دي، هون رح يكون عندك ليكويد وإله تركيز إكس دي، تمام؟ طبعا ليش هاي تركيز مع هاي متساويات؟ لشغلة واحدة، طبعا الإكس دي والإكس دي اللي هون مع الواي واحد كقيمة هما نفس الرقم، تمام؟ ما بيختلفوا. ليش؟ زي فكرة المي، تمام؟ جنينة مي، صب جنينة مي بكاستين، رح يضل التركيز الموجود جوا جنينة المي هي نفس التركيز الموجود جوا الكاستين، فما بفرق معك اشي، تمام؟ طبعا هاي الديستيليشن كولوم لو بدي اخذ عليها معادلة الاوفر اول، تمام؟ رح احصل عليها بمعادلتين هما جدا مهمات. بدي اخذ الاوفر اول لإلهم، تمام؟